بسم الله الرحمن الرحيم. معتز محمد عبد الله من حلوان، صوتولي على رقم 6، ممثل مسرحي وهمثل مشهد كده. ارتحنا ازاي والخوف اتملك منا خلاص؟ سايبين اهالينا من سنين طويله، مشينا في طريق خد شبابنا وشيخوختنا عماله تضحك جوانا. مش قادر انسى منظر امي وهي لابسه شالها الابيض واكتفت بالدعوه لربنا. رايح فين يا احمد؟ خلاص يا امي، ما بقتش مستحمل نظام البلد ومشيت ودعوتها في ظهري اخر صوت سمعته فوق الارض. نفسي ترمي تحت رجليها واقول لها احمد ابنك خلاص، ودعواتك ليه في الف حجاب واقف قدامه. صوتولي على رقم 6.